وقال تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والصابر هو المهتدي المفلح الموعود بصلاة الله عليه وثنائه عليه ورحمة الله له ومغفرة الله والأجر الكبير. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. والصابرون هم الفائزون. قال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.